مساحتنا الحالية رح تكون مع عالم الأغنية السورية التراثية اللي بتحافظ على التراث السوري، وده الشيء اليوم مهمة لنقدر نحقق هذا التواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد. وكتير عم بيكون الحديث اليوم عن أهمية الحفاظ على هذا التراث ودور الأغنية. لهيك أقيم بتاريخ 15 آب المهرجان الأول للأغنية التراثية السورية بقصر العظم. لنحكي أكثر عن هي الفعالية بيسعدنا نرحب بالأستاذ إدريس مراد وهو مؤسس ومدير هالمهرجان. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. خبرنا تفاصيل عن المهرجان، عن أيام الافتتاح، عن الفئات المشاركة، كل التفاصيل الموجودة. هلا حقيقة المهرجان هو إجا يعني بعد هذا التشويه اللي عم يصير للتراث السوري عموما، سواء من قبل بعض الموسيقيين خارج أو حتى داخل الوطن. كان لازم يكون في شيء اسمه مهرجان الأغنية التراثية السورية، يعني يقدم هذه الأغنية على مسارحنا بشكل لائق وبلحنها الأساسي وبالهيكلية اللحنية الأساسية، زاد الكلمات الأساسية، وأيضا أنه نحن بنعرف أنه هذا التراث السوري هو تراث غني جدا، يعني غير أنه نحن نملك أول نوتة موسيقية في تاريخ البشرية، وأيضا لدينا أغاني حتى ما قبل هذه النوتة الموسيقية اللي اكتشفوها بالأوغاريت تعود عمرها إلى ما قبل الميلاد. هذه الأغاني وهذه الألحان كان ضروري جدا أنه يصير لهم توثيق، يصير عندهم يعني نقدر نحافظ عليه. ومثل ما قلت، بعد ما تقدم مؤخرا باسم التراث أو باسم تطوير التراث وباسم تجديد التراث وباسم عصرنة التراث، كان من ضروري جدا أنه يتقدم الأغاني السورية التراثية مثل ما قلت بلحن الأساسي بدون تشويه مثل ما قلت. المهم عفوا، مسألة المهرجان الأغنية السورية التراثية الأول بدأنا فيه ب 15 هذا الشهر الجاري، طبعا يوم هو الختام الساعة 7:30 بقصر العظم دمشق القديمة. أوركسترا أو فرقة موسيقية اسمها فرقة الموسيقى السورية للتراث، أسستها أنا وزميلي المايسترو نزيه أسعد، عمرها حوالي 7 سنوات. قدمنا من خلالها كثير حفلات أو نشاطات بخصوص التراث. نحن معنا 12 مغنيين على مدى 3 أيام. المهم بهذا المهرجان هو أنه حاولنا جمع كل البيئات السورية أولا، وبالإضافة إلى الأطياف أو الألوان السورية البقية، يعني ما ناهيك عن البيئات، يعني نحن عندنا الأغنية الفراتية وأغنية الساحلية وأيضا منطقة الوسط حمص وحما وحوران ومنطقة جنوبية بشكل عام، يعني عمليا كل الجغرافيا السورية الغنائية. الأهم بهذا المهرجان، يعني أنا من خلال تجربتي مع الموسيقيين السوريين ومع الساحة الموسيقية السورية كصحفي متخصص في هذا المجال، لاحظت كثير أنه نحن بنعرف، يعني لما بيكون في غنى ثقافي وأيضا لما بيكون عندنا في اختلاف الأسلوب الموسيقي والغنائي في أي بلد، بيكون في غنى ثقافي من وراء طبعا، زائد أنه كل منطقة لها خصوصيتها وأسلوبها في الأداء وروحها وأحساسها، ما بيقدر يؤديها غير أصحابين البيئة نفسها. فنحن بهذا المهرجان أتينا بمغني فراتي من دير الزور، صنع هذا بيئته، وأيضا مغنية يعني بالغناء الساحلي وايضا من السويداء ومن كل المحافظات والمناطق السوريه، يعني كل
مغني راح يقدم البيئة تبعيته بنفس الإحساس وبنفس اللون وبنفس الروح. هذا كثير مهم، لأنه مثل ما قلت أنه ما بيعطي حق هذه الأغنية غير اللي عايشين بنفس البيئة. كمان هذا شيء جديد بهذا المهرجان. المسألة الثانية أيضا، نحن ما عم نقدم بس أمسيات، يعني مجرد الحفلات وخالصين. نحن عم ننوط كل هذه الأغاني عن طريق الأستاذ نسي أسعد، وأيضا نحن عم نسجلها صوت وصورة مشان نحن مشان تتوثق وتحتفظ في مكتبة مديرية المسارح والموسيقى اللي هي أصلا راعي هذا الحفل. وحتى يعني أغلب فعالياتي الأخيرة اللي خصصتها للتراث السوري الغنائي مؤخرا، حقيقة الأستاذ عماد جلول ومديرية المسارح والموسيقى هن اللي عم يشجعوني اللي عم يدعموني على هذا الأساس، وكثير هن يعني وزارة الثقافة وحتى مديرية المسارح والموسيقى يعني الحقيقة تقال مثل ما عم يقولوا، هدول كثير عم يشجعوني بهذا المجال. فأنجزنا خلال 5 سنوات أخيرة الكثير من النشاطات المتعلقة بالتراث السوري. نعم. خلينا نحكي اليوم عن اليوم الختام، كيف رح يكون برنامج الحفل لكل الأشخاص اللي حابين يتوجهوا لقصر العظم، وكيف تم تقسيم أيام المهرجان؟ كونه حضرتك عم تذكر عدة أنواع، يعني نعم. كان في يوم هو للغناء الفراتي أو يوم للغناء الساحلي، ولا هي كانت في عبارة عن فقرات بكل؟ لا، أنا كان يوميا كنا نقدم 4 بيئات حقيقة، 4 بيئات سورية بالإضافة إلى الغناء السورياني والأرمني والآشوري. نعم، نحكي عن 12 بيئة سورية معنا. نعم، أكثر مثلا نحن الفنان المعروف بالجزيرة السورية هو فيك قربو، يتقن كل الألوان الموسيقية السورية في الجزيرة السورية. فنحن بدل ما نجيب 4 مغنيين من القامشلي، جبنا مغني واحد مشان يقدم الآشوري والسرياني وأيضا اللون المردلي. فهو راح يكون اليوم الختام حقيقة. امبارح وصل من مدينة القامشلي، هو راح يقدم اليوم، يعني هو راح يختتم هذا المهرجان بالفقرة الأخيرة. وأيضا اليوم عندنا الغناء الساحلي، وأيضا من غناء منطقة الجولان وغناء الدمشقي. اليوم نحن راح نكون مع 4 أشكال غنائية تراثية سورية، أو أكثر من 4 حقيقة. نحن عنا مثل ما قلت من دمشق والجولان، وأيضا دمشق وجولان المردلي والآشوري والسورياني. كيف الحضور راح يكون؟ هي دعوة عامة ولا؟ دعوة عامة. مبارح أيوة كان، الحفل كان في بيكون؟ كتير الساعة 7:30 مساء بقصر العظم. مبارح كان حقيقة في تفاعل كبير من الجمهور. امبارح كنا قدمنا تراث الفراتي وايضا تراث الكردي وايضا تراث حمص. فيعني هاي التشكيلة وهاي الالحان الجميلة للعلاقة بالتاريخ العريق، بتاريخنا العريق وتراثنا العريق، لا زال يجذب الشباب ويجذب الجمهور، لا سيما انه هذا التراث عم نقدمه هو تراث الأصيل، التراث السوري الأصيل. في شغلة تانية حابب أضيفها، هي مسألة حقيقة تشجيع المغنيين الشباب. يعني نحن بنعرف أنه يعني نحن في هذا الزمن وتأثيرات الحرب وتأثيرات السوشيال ميديا، أنه الجيل الشاب صار يحب الغناء، يعني تغير حتى المفاهيم، تغير كثير الذوق الموسيقي. ففي صعوبة جدا انه جيل الشاب يقدر يستصيغ الاعمال التراثية القديمة، ولكن نحن اللي شفناه حقيقة انه بعد في مطربين فنانين شباب عم يعتنوا بهذا الشكل الغنائي، فحاولنا نشجعهم بهذا المجال انه يمشوا ويشتغلوا. فدعيناهم من المحافظات السورية وايضا من دمشق كتشجيع لهم خلال مسيرتهم الفنية القادمة أنه يهتموا بالتراث أكثر. نعم، نحن أكيد بدنا نشكرك أستاذ إدريس على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. بنتمنى أكيد الحفل يكون له إصداء كثير حلوة، ومثل ما قلت
ظل هذا الاهتمام والولع بالتراث حتى لو دخلوا أي تجديد، نظل نحافظ على هوية الأغنية التراثية السورية. كل الشكر لك أستاذ. شكرا لكم. يعني التجديد أنا برأيي هو عن طريق توزيع الموسيقي، تمام، ويعني تكبير كتلة الآلات الموسيقية. التجديد كثير عم يصير أحيانا بحجة التجديد عم يصير في تشويه، تمام، فيفضل أنه بالتوزيع الموسيقي ممكن يصير تجديد، ولكن بتغيير الهيكلية اللحن هو جريمة بحق التراث السوري. أكيد طبعا، أكيد دائما بنحافظ، بنتمنى أنه الأغنية السورية تضل محافظة على تألقها وما يتم عمليات التشويه اللي ذكرتها حضرتك لما تكون التوزيع بأيدي أمينة مثل ما بيقولوا. نعم، نتشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم.